ثماني مدرعات برادلي أمريكية الصنع، أول دفعة من المساعدة العسكرية الأمريكية تسلمها الجيش اللبناني في ميناء بيروت بحضور ممثل قائد الجيش والسفيرة الأمريكية لدى لبنان. اليوم وبالنيابة عن الشعب الأمريكي يسعدني أن أثبت مجددا التزامنا طويل الأمد ودعمنا للبنان وجيشه. المدرعات الثماني جزء من 32 مدرعة يفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني من واشنطن خلال الأشهر المقبلة، في استثمار أمريكي بأكثر من 100 مليون دولار لتزويد الجيش اللبناني بقدرات جديدة. هذه المدرعات ستزود القوات المسلحة اللبنانية بقدرات جديدة لحماية حدوده ومحاربة الإرهاب. واشنطن كانت قد قدمت لبيروت على مدى العام الماضي تجهيزات دفاعية عديدة، منها مدافع وعربات عسكرية وذخائر وصواريخ وغيرها، مساعدات تقول واشنطن إنها تأكيد على التزامها تجاه لبنان وأمنه. زينة روابدي، العربية.